بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب هنبتدي نتكلم عن الجزء الخاص بالاناليزيس الاناليزنج الجزء الخاص آسف يا رب الجزء الخاص بالديزايننج اللي هو الجزئية اللي هي بتاعتي. يا جماعة أنا عايز أصمم السيركيوت بتاعتي اللي هي على مزاجي أنا، تمام؟ فديت إن شاء الله بإذن الله الجزئية اللي إحنا راح نتكلمه فيها. طبعا انا سبب ان احنا اتكلمنا في السكشن على الموضوع بتاع اني اعمل الكونفرتنج اللي هي الدايره بتاعت من البي سي دي الاكسس 3 او العكس مش فاكرها والله. المهم انا دايركت على طول اللي انا هتكلم فيه النقط اللي هي كانت موجوده في اخر الكتاب. اوكي تمام، وهبتدي باول مثال. لكن قبل ما ابتدي باول مثال يا جماعه بصوا في مساله الديزايننج انا همشي ببروسيجر، انا همشي باجراءات معينه، تمام؟ اول حاجه اول ما بقرا السؤال بتاعي بتاع الاناليز اللي عايز مني تصميم دايره معينه اول حاجه بطلعها انبوتاتي كام، بشوف انا بركز على كام انبوتاتي. ده اول خطوه مره مهمه خلاص. اول حاجه لازم تشوفها انبوتاتك كام او اوتبوتاتك كام، اسالها. نقطه ثانيه بتحاول تشوف الريليشن شيب اللي هي الجمله الشرطيه. هو عايز يصمم دايره دايما هيدي لك جمله شرطيه اللي هي بتكون عباره عن مش عارف ايه الجمله الشرطيه بتاعتها بتكون عباره عن ايه، افهم لي ديت كويس. النقطه الثالثه بتبتدي تصمم التروث تيبل اللي هو اول مفتاح للحل، بعدين بتعمل سمبليفيكيشن بالكي ماب بناء على عدد الفاريبلز بتوعك الانبوتس اللي داخله، تمام. النقطه الاخيره بتبتدي ترسم اللوجيك دايجرام، بتبتدي ترسم الاكسبريشن بتاعك بالبوابات اللي هو عايزها منك او اللي هو كان طالبها. دوره البروسيجرز الاجراءات الخطوات الاجرائيه ستيب باي ستيب اللي احنا ايه هنمشي معاهم ان شاء الله باذن الله ماشي نحل اي مساله. طيب اوكي تمام، احنا هنحاول نوقف الفيديو بوز بعد كل مساله علشان بس ايه الحجم بتاع الميموري بتاع الكاميرا. اوكي هنبص يا جماعه، اول سؤال في صفحه 53 في المذكره بيقول يا جماعه ديزاين كومباينيشنال سيركيوت، صمم دايره كومباينيشنال وذ 3 انبوتس. او انا اول نقطه انا معايا 3 انبوتات، تمام كده. عندي كام احتمال في التروث تيبل؟ 2 اس 3 ب 8 احتمالات اند 1 اوت بوت. انا معايا 1 اوت بوت، معايا مخرج واحد بس. ده اول معلومه مهمه خلاص طلعتها، تمام. جميل، بيقول لي بقى ايه ذا اوت بوت از 1. الاوت بوت بيكون عباره عن واحد when the binary value of the inputs is less than 3. يعني ببساطه جدا جدا البروسيجر الثاني هات لي العلاقه اللي ما بين الانبوتس والاوت بوت. بيقول لي اهو بص يا سيدي العلاقه ان الاوت بوت بيبقى واحد، الاوت ده بيبقى واحد لما ايه، لما الانبوتات بتبقى اقل من 3، لما قيم الانبوتات بتبقى اقل من 3. بعدين بيقول لي the output is zero بيبقى zero ال output otherwise. في اي حاله في الحالات الباقيه بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن zero. انا بحل في الليتر بي يا جماعه. طيب اوكي جميل، انا هرجع طبعا للصفحه ديت الثانيه. انا كنت عامل كده سلسله خطوات علشان نحل بيها من القصه ديت. انا طلعت من 3 متغيرات وها اوت بوت واحد بس، عندي 3 انبوتس ادي دولت الانبوتس يا جماعه، ها وعندي اوت بوت واحد بس. ده اللي احنا طلعناه من القصه ديت. جهزت جدول احتمالاتي وجاهز بس اني نبتدي دايركتلي في الحل على طول. بيقول لي يا جماعه الشرط بتاعي كان عباره عن ايه؟ كان بيقول لي اهو يا جماعه الانبوت بيكون واحد وان ذا باينري لما عدد الانبوتس بتبقى اقل من 3. طيب سي ده كام؟ ده ام 0، ده ام كام؟ ده ام 1، ده ام كام؟ ده ام 2. قال لي الثلاثة معاهم؟ لا الثلاثة مش معاهم، يعني بمعنى أصح ده 0 اون باينري، ده 1 اون باينري، ده 2 اون باينري، ده 3 اون باينري. هو بيقول لي أقل من 3 لكن ما قاليش إن الثلاثة معاهم، يبقى هتنور في الزيرو والواحد والاثنين والأكشوال الباقي كله، عشان هو بيقول لي أذروايز بتكون عبارة عن إيه؟ بيقول لي أذروايز بتكون عبارة عن القيم ديت 0، فعشان كده أنا هنور أول 3 قيم بس و اقفل القيم الباقيه، فده بيكون المشوار ده. بعدين انا دايركتلي جاهز اني اصمم الكلام ده على القيمه، فمع ام 0 و1 و2، ام 0 و1 و2 والباقي طبعا كله هيبقى عباره عن اصفار. ابتدي انا اشتغل على السمبليفيكيشن بتاعي، هاخد الاثنين دولت مع بعض واخد الاثنين دولت مع بعض، تمام. يبقى المعادله ونفذ معادله الزب بتاعي، معادله الزد هتساوي الاثنين دول مع بعض بتكون عباره عن جايين في دايره الاي كومبلمنت مع مين يا جماعه؟ مع اللي ما اتغيرش البي كومبلمنت، زائد الاثنين دول برضه جايين في دايره الاي كومبلمنت مع مين اللي ما اتغيرش يا جماعه؟ ها السي كومبلمنت. بس كده المعادله طلعت معايا. انا جاهز عشان نروح للليفل الثالث اني ابتدي ارسم الدايجرام، فعادي خلاص انا هبتدي ارسم اجيب بنفس الكيفيه اللي انا كنت قلت عليها ادي ايه، وخلوني اعمل الكومبلمنت بتاع الايه ده ايه وده الايه كومبلمنت.
هو نفس الفكره بالنسبه لي، انا معايا البي بس انا مش محتاج البي، خلينا نرسمه مفيش مشاكل. ادي البي وده الكومبلمنت بتاع البي، ادي بي وده البي كومبلمنت، ومعايا السي وده الكومبلمنت بتاع السي. تمام اوكي. بعدين انا بكون جاهز اني اخد من الاي كومبلمنت، هاخد من دي سلكايه، واخد من البي كومبلمنت، هاخد من دي سلكايه، الاثنين في بوابه اند. وبعدين هاخد من الاي كومبلمنت، ها من الاي كومبلمنت اللي هي من ديت برضه لان هي واخده من الاي، ها واخد من فين؟ من السي كومبلمنت اللي هي جنب مني على طول برضه في بوابه اند، والاثنين دول ادخلهم على بوابه، ها بوابه اور للناس اللي هي مش شايفه، وعشان كده يطلع لي ايه قيمه الزب بتاعي. بس هو انا كده عملت ديزايننج، هو عايز مني الديزايننج، عايز مني التصميم ده، ايا يكن شكل التصميم براحتك خالص، انت ممكن تصممه زي ما انت متعود، يعني هتدخل له الاي والبي في بوابه اند، وتدخل له الاي والسي في بوابه اند، والاثنين تدخلهم في بوابه اور. ذس از اب تو يو، الامر ده يرجع لك يعني. تمام ماشي اوكي. ده بالنسبه لي النقطه الاولى. طيب خلونا نشيل الورقه ديت ونرجع للنقطه الثانيه. بيقول لي انت عندك النقطه الثانيه في الليتر بي، بيقول لي بص بقى على نفس المشهد، بيقول لي انت عندك ثلاث انبوتات واوت بوت واحد. بيقول لي في الليتر بي ذا اوت بوت از 1، الاوت بوت بيكون عباره عن 1 when the binary value of the inputs is odd number. انا بصراحه يا جماعه الكلام ده لقيته مكتوب ايفن، تمام؟ فانا مسحت كلمه ايفن وحطيت الاود ديت من عندي انا، لاني انا بصراحه اكدت على الحل ده من اكتر من مرجع، فلقيت حل اود ده مظبوط، فانا ما اشتغلتش على ايفن يا جماعه. فالاوتبوت بتاعي بيبقى عباره عن 1 امتى يا جماعه؟ لما يكون قيم الباينري بتكون عباره عن اود، لما تكون قيم الباينري بتكون عباره عن اود. طيب اوكي ماشي، على ثلاث احتمالات خلونا نطلع ورقه الاسئله ديت ونجيب اللتر بي. معايا ايه انا؟ معايا ثلاث احتمالات. الشرط بتاعي بيكون عباره عن ايه؟ ان الدايره بتشتغل لما يكون الاود ده ايفن، ده كده ايفن مش شغال معايا، كده الواحد ده اود يديني واحد، الاثنين لا، الثلاثه اود، الاربعه لا، الخمسه فردي، السته لا، السبعه فردي، تمام؟ اذروايز الكلام ده بيبقى زيرو 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 زيرو. كده انا طلعت الترو ستيبل، ابقى جاهز ان اطلع زيرو، اطلع القيمه بين زيرو واحد 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 زيرو واحد. كده اتبقى معايا ايه يا جماعه؟ يبقى معايا الاربعه دولت، وطبعا هيبقى في السمبليفيكيشن بتاعي لو انا كنت بطلع متغير بزد، الزد هتساويها الكلام ده راح مع بعض، الاثنين دولت راحوا مع بعض، ما بقاش معايا غير السي، فالدايره بتاعتي ما فيهاش غير سلكايه واحده بس على السي يا جماعه، ده الكلام ده لو كان على الاوت بس. تمام اوكي. ده بالنسبه لي السؤال الثاني. بالنسبه لي السؤال الثاني اللي هو كان موجود في صفحه 53 في الشابتر الثالث. تمام اوكي. طيب يا جماعه على السؤال الثالث، بيقول ديزاين كومباينيشنال سيركيوت، صمم كومباينيشنال سيركيوت وذ 3 انبوتس. انا معايا 3 انبوتات اكس واي وزد، يبقى انا حددت انبوتات يا جماعه اكس واي وزد و 3 اوتبوتس، معايا 3 اوتبوتات يا جماعه، ها ايه بي وسي، ممتاز خالص، 3 و3 جميل. احتمالاتي كم؟ احتمالاتي 8. وان ذا باينري اوتبوت، اسف، وان ذا باينري انبوت، لما يكون الانبوت يا 0 او 1 2 او 3، يعني لو كان الانبوتس زيرو قيمته بزيرو من زيرو لغايه 3، الباينري اوتبوت از 1 جريتر ذان ذا انبوت، قيمته اكبر من الانبوت بواحد، فاهمني يعني؟ يعني لو كان زيرو او 1 او 2 او 3، قيمه الباينري اكبر من قيمه الاوتبوت اكبر من الباينري بواحد، يعني لو كان زيرو هيبقى اكبر منه بواحد، يبقى الاوتبوت يكون واحد، لو كان واحد يبقى اكبر منه بواحد، يبقى 2 2 يبقى 3 3 يبقى 4. when the binary is من 4 ل 7 بقى في الحاله الثانيه، the binary output is 2 less than the input، اقل من الانبوت ب2، يعني لو كان 4 يبقى ال 4 تطرح منها 2 يبقى الاوتبوت ب2، لو كان 5 يبقى الاوتبوت ب3، لو كان 6 يبقى ب4، لو كان 7 يبقى ب5، بتمثيله لايه؟ بتمثيله للباينري. ده كده انا فهمت القصه يا جماعه، يمكن كده ان شاء الله باذن الله احنا جاهزين علشان نحلوا القصه ديت. واكشولي اني انا عندي ثلاث احتمالات، فانا عامل جدول بثلاث احتمالات، ولان هو قال لي انت عندك ثلاث انبوتات وثلاث اوتبوتات، فعشان كده انا ايه عملت ديزايننج للمشوار العجيب ده. اوكي جميل. فاكرين الشرط الاولاني؟ لما تكون القيم من 0 لغايه 3، ها اللي بيحصل؟ ذا باينري اوتبوت از 1 جريتر ذان، اكبر الباينري بيبقى 1 جريتر ذان. يعني طيب معايا انا من 0 لغايه كام يا جماعه؟ بقول من 0 لغايه 3، من 0 لغايه 3 ده حاجه، ومن 4 لغايه 7 ده حاجه،
حاجه تانية خالص من 0 لغايه 3 لما قيمه الباينري اكبر منه بواحد، اكبر منه بواحد تمام، يبقى ديت تمثيله بزيرو، يبقى انا اضيف له كام؟ 0 0 1 هيكون عباره عن واحد، لانه اكبر منه بواحد واكبر من الواحد يعني هضيف واحد للزيرو يبقى واحد. طيب ديت واحد هضيف له واحد هيكون عباره عن كام؟ يبقى 2. طب ده عباره عن 2 هضيف له واحد يكون كام؟ يبقى 3. طب ده عباره عن 3 هضيف له واحد يكون كام؟ يكون 4. تمام كده؟ بس انا كده وصلت ليه او ده اول نص شرط بتاعي. ماشي اوكي جميل خالص. بالنسبه للنص الثاني بيقول لي والله لما تكون من 4 ل 7 هو اقل منه ب2. طب ده 4 اقل منه ب2 يعني اطرح 2 من 4 يديني كام؟ يديني 2. انا امثل ال 2 ده تمثيل الاثنين جميل. طب ده 5 اقل منها ب2 يديني كام؟ يديني 3 امثل ال 3. طيب ده 6 اقل من 2 يديني كام؟ 4 امثل 4. 7 اقل من 2 يديني كام؟ يديني 5. يا جماعه همثل 5 اللي هي بتكون عباره عن 1 0 1، واحنا عارفين تمثيل الكلام ده، ده تمثيل ال 5، ده تمثيل ال 4، ده تمثيل ال 3، تمثيل ال 2، تمثيل ال 4، تمثيل ال 3، تمثيل ال 2، تمثيل ال 1، فاهمين احنا الكلام ده. انا كده خلصت طلعت الجدول الحقيقي بتاعي تمام. انا بفصل بيه ما بين الاثنين، ما بين الانبوتس وما بين الاوتبوتس بتوعي، ولاني انا عندي اكس واي وزد فانا محتاج لكل واحده من دول كيمياء، لان كل واحده من دول ارسم لها الدياجرام باي اتسل لوحده خالص، كل واحده من دول ترسم لها دايجرام مستقل ملوش دخل بيه التاني. فعشان كده عندي 3 كي ماب اهو. ماشي 0 0 0 1 0 0 0 1 بعدين 0 0 1 1 0 0 1 1 تمام يا جماعه اوكي ممتاز. خلونا نطلع البتاع على طول، ادي واحده وادي الثانيه. انا هكتب الاكسبريشن على طول عشان ما اضيعش في وقت الناس. ده هيديني عباره عن بي سي زائدها زائد اي بي ممتاز جميل. بالنسبه للواي ده معادله الاكس، ده اول طرف معايا، الطرف الثاني بيكون عباره عن معادله الواي 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 ممتاز خالص. يبقى معايا ده ستاند الون، الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض يديني معادله الواي يا جماعه، بي بار سي زائد اي بي بار زائد اي بار بي سي بار ممتاز خلاص. نروح للمعادله الثالثه اللي هي بتكون عباره عن معادله الزد، ها 1 0 1 0 1 0 1 0 ثاني 0 1 0 1 0 1 0 1 طيب الاثنين دول مع بعض والاثنين دول مع بعض يبقى الزد هتبقى ايه كومبلمنت سي كومبلمنت زائد ايه سي. طب انا مش هضيع في وقت الناس عشان نقول يا جماعه ده هتمثله لوحده، ده هتمثله لوحده، ده هتمثله لوحده، والكلام ده كله هيبتدي يتمثل في البتاع ديت، فانتوا اكيد فاهميني يا جماعه تمام. بمعنى ادق طيب انا مش عايز ارسمها عشان بس ما اضيعش في وقتكم. الرسم طبعا ان شاء الله باذن الله امره سهل، فانت هترسم كل واحده لوحدها. طيب علشان برضه تبقى الامور ايسر واسهل عند الناس خلونا نرسمه ديت، احنا هنرسمها في دايجرام لوحده تمام يا جماعه. اوكي وانا معايا A وB وC. اوكي ادي انا هعمل زي ما انا بعمل، ادي الA وادي الكومبلمنت بتاع الA وادي الB كومبلمنت بتاع الB وادي الC وادي الكومبلمنت بتاع الC. ده A ده A كومبلمنت، ده B ده B كومبلمنت، ده C ده C كومبلمنت. المعادلة الأولى بتاعتي بتقول B مع C، ال B مع C في بوابة AND ممتاز، ال A مع ال B، ال A مع ال B، أدي ال B فين؟ ال B أهي ناخد واحدة منها مع ال B في بوابة AND، والاتنين دول OR مع بعض بوابة OR عشان يطلع لي ال X تمام كده؟ ده أول أوتبوت معايا اللي هو المعادلة دي. المعادلة الثانية معادلة الواي بيقول لي البي كومبلمنت مع السي، هاخد واحدة من البي كومبلمنت هوديها مع السي في بوابة اند. النقطة الثانية الاي مع البي كومبلمنت هاخد واحدة من الاي مش مشكلة، مع البي كومبلمنت هاخد واحدة من البي كومبلمنت في بوابة اند. التالتة اي كومبلمنت بي سي كومبلمنت، A complement B انا اخدت B دي B complement ماشي، ناخد واحدة من ال B
ناخد واحده من السي كومبلمنت، الثلاثه دولت مع بعض في بوابه اند، والثلاثه دولت في بوابه اور، عشان يطلع لي معادله الواي. تمام يا جماعه، ديت معادله واي. الاخير A كومبلمنت C كومبلمنت زائد A C، ديت معادله الزد. ادي الـ A يا جماعه كومبلمنت مع الـ C كومبلمنت، والـ A المثبته مع الـ C المثبته مع بعض في بوابه اند، الاثنين دول في بوابه اور، اديني معادله الزد. كده انا رسمت مين؟ انا رسمت الدايجرام بتاع مين؟ ده اللي هو مطلوب مني في الاخر، رسمت الدايجرام بتاع المعادله ديت. انت ترسمه بالطريقه اللي تريحك. طب يا جماعة انا اخدت رقم 5 بقى، تمام؟ عشان ايه انا اركن 4 في الاخر، عشان 4 تاخد مني شوية وقت كده. بيقول لي a majority circuit is a combinational circuit، تمام؟ اللي هي combinational او الدائرة whose output is equal to one، الاوتبوت بتاعها يعني هي ليها only one output، اهو شفتوا؟ يعني ملهاش غير output واحد، واحد بس بتوفر عليا. جميل خالص. الاوتبوت بتاعها بيكون عبارة عن one، هيديني الجملة، بيديني الشرط اهو if m is بقى the input variables have more ones than zeros. لو الاوتبوت بيكون زيرو، بيكون واحد لما يكون عدد الوحايد اللي في الفاريبلز بتاعت الانبوت اكتر من الاصفار. هم كام متغير اصلا؟ انا لسه ما اعرفش هم كام متغير. طيب the output is zero otherwise، الاوتبوت بيكون عباره عن زيرو في الحالات الباقيه بقى. فبيقول لي بقى انت ديزاين لي 3 انبوتس ماجوريتي سيركيوت، وهات اللي مش عارف ايه كده. بس انا مش هكمل كده. بيقول لي هو انت معاك 3 انبوتات وعندك اوتبوت واحد بس. الاوتبوت واحد بس ده بيكون بواحد امتى؟ لما يكون عدد الانبوتس اللي موجوده في المتغير عدد الوحايد اكتر من عدد الاصفار، ساعتها بقى انت ايه المعادله تدي لك كام؟ تدي لك واحد. طيب جميل خالص، نروح بقى عشان بس ما نضيعوش في الوقت. انا لازم الجدول الحقيقي بتاعي، وعندي 3 انبوتات وعندي اوتبوت واحد بس، ورسم الكلمه ابو جاز، نرسم الدياجرام بس، وعارف الشرط واموري متظبطه. امتى الشرط بتاعي؟ لما يكون عدد الوحايد اللي موجوده في الانبوت اكتر من عدد الاصفار، يبقى المعادله تديني واحد. تمام. هنا في وحيد اساسا ده امسف ده 0 2 3، ما عنديش اساسا وحيد، فالمعادله هتديني 0 ده اذروايز. هنا واحد، الواحد اكتر ولا دول صفرين؟ لا الصفرين اكتر من واحد، فده برضه اديني 0. هنا واحد بس لكن وعندي صفرين، يبقى عدد الاصفار اكتر من عدد الوحيد، يبقى برضه اديني 0. هنا معايا واحد وواحد، والواحد واحد اكتر من صفر، ان صفر واحد بس ده يديني واحد. هنا بقى عندي صفرين ده اكتر من واحد يديني 0. هنا عندي وحدين اكتر من الصفر يديني واحد. هنا وحدين يديني واحد. هنا ثلاث وحيد برضه يديني واحد. كده انا ايه جبت الاوتبوت بتاعي، وجاهز ان انا ادخلها على المين، على الماب 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. جميل خالص. هاخد بقى انا مين يا جماعه؟ هاخد الاثنين دولت مع بعض، واخد الاثنين دولت مع بعض، واخد الاثنين دولت مع بعض، فيطلع لي الناتج بتاعي. والله افرض انا كنت مسلوب متغير زد، هاخد الاثنين دولت يدينيها البي سي زائد مين؟ الاثنين دول مع بعض واقعين في دايره المثبته مع مين؟ ما اتغيرش، مع البي المثبته، زائد الاثنين دول واقعين في دايره المثبته مع مين؟ ما اتغيرش، مع السي المثبته. والمساله طبعا يا جماعه اتحلت خلاص، انت ارسم الدايجرام بتاعك براحتك. تمام اوكي جميل. انا ركنت بصراحه رقم 4، لان رقم 4 ديت كانت تاخد مني شويه وقت، بس يلا مش مشكله هنحلوها يا جماعه. انا ممكن اكون مش هحلها كلها، بس يعني الايديا المهم الفكره. يعني بيقول لي ديزاين فور بيت كومبينيشنال سيركيوت، اربع بتات. بسم الله ما شاء الله، عندك اربع انبوتات. جميل. يعني عندك كيما فيها اربع متغيرات، يعني عندك كام؟ 16 احتمال. سيركوت توز كومبلمنت، عايز اربع بتات توز كومبلمنت. يعني ايه من الاخر؟ يعني الاوت بوت جنريت التوز كومبلمنت للانبوت باينري نمبر. يعني انت عندك الدايره فيها اربع انبوتات، عايز الدايره دي تطلع لي التوز كومبلمنت بتاع الاربع انبوتات. فالتوز كومبلمنت بتاعهم هيطلع ازاي؟ هيطلع عباره عن كل اوت بوت هيطلع التوز كومبلمنت بتاع التاني، فاهمني؟ فانت برضو عندك اربع اوت بوتات، زي ما انت كان عندك اربع انبوتات هيكون عندك اربع اوت بوتات. طيب بصوا كده، انا لما جيت ارسم البتاعه ديت بصراحه ما كفتنيش، فرحت كان لازم اعملها كده. عندي الانبوتات بتاعه فرطب A وB وC وD، وحطيت احتمالاتي على 16 احتمال. ماشي جميل اوكي. الاوتبوت بتاعي
دبليو اكس واي وزد. تمام يا جماعه، ده التوز كومبلمنت. تمام، ففي التوز كومبلمنت فاكرين كنت بتعمل ايه؟ كنت بنجيب المكمل الاول وبعدين بجمع عليه واحد، فاكرين الطريقه ديت؟ يعني انا وانا عملت كده جبت اهو، بصوا ادي الايه، 0 0 8 اصفار و8 واحد، جبت المكمل بتاعه عكست 8 واحد 8 اصفار، هنا نفس القصه 4 اصفار. المهم قعدت اجيب ده الايه كومبلمنت، ده البي كومبلمنت، ده السي كومبلمنت، ده الدي كومبلمنت. تمام، عشان اجيب المكمل الثاني اجمع واحد على كل واحده من دول. يا جماعه اجمع واحد وانت وماشي بقى، يعني لو جمعت واحد على ده بجمع واحد على القيمه، فاهمني؟ يعني كاني بعمل كده واحد 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 واجمع عليها واحد، مش بجمع واحد على كل واحدة، لا انا بجمع واحد على القيمة كلها، فاهمني؟ طيب جميل. او ان انت تريح دماغك وتعمل زي ما انا كنت بعمل كده ورحت مخبي ديت، ها، وقلت يا جماعة فاكرين لما كنا نجيب التوس كومبلمنت بالقاعدة بتاعتنا في الاول كانت عبارة عن ايه؟ ها يا جماعة فاكرين؟ انت باول واحد يجاب لك بتنزله وبتروح عكس اللي بعد منه. طيب هنا 0 0 0 0 في واحد قبلتني ما فيش، فينزلوا الاصفار كلهم. هنا عندي واحد، هنزل واحد واعكس الباقي كله، دي 0 0 0 بقت واحد واحد واحد. طيب جميل، بالنسبه للبت الثالث 0 1 0 0 ها 0 ينزل الواحد ده او اول واحد قابلني انزله واعكس اللي بعد منه، عندي صفرين اخليهم واحدين. تمام، نفس الفكره، انا عندي واحد اول واحد قابلني هعكس اللي بعد منه، يعني واحد يبقى 0، ال 0 تبقى واحد، ال 0 تبقى واحد. ونفس الشكل انت بتبتدي تخلص حالك مع المسألة كلها. ان شاء الله انا هحاول اصور الكلام ده وانزله على الـ على على الصفحة الشخصية بتاعتي على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله. ده الفكرة، تمام كده. فبعد ما تخلص المشوار ده يتبقى معاك ايه يا معلم؟ هيبقى معاك كده ال W وال X وال Z على ايه؟ على ثلاث احتمالات. تدخل لي بقى القيمة يا معلم على ثلاث احتمالات، ادي ده الخاص بال W، تصف لي امورك وتطلع لي المعادلة بعد ما تخلص، تطلع لي معادلة W، تطلع لي معادلة X، هتطلع لي معادلة Y من تحت اهو، وهتطلع لي معادلة الزد. المهم تطلع لي الاربع معادلات. بعد ما تطلع الاربع معادلات سمبلي فايت، انت جاهز كده ان انت ترسم الاكسبريشن يا معلم. تمام، دولت الاربع دولت بالنسبه للمشاكل الخاصه بالديزايننج اللي هم كانوا موجودين فين في اخر المذكره. تمام يا جماعه، اوكي كده، بس بنراجع الامور مره ثانيه في الخاصه، الجزء الخاص بالديزايننج يا جماعه. اهم حاجه بس انت تحدد عدد الانبوتس، تحدد العلاقه ما بين الانبوتس والاوتبوتس، اللي بيقول على الجمله الشرطيه انت عايز مني ايه. بعدين بدايركت على طول هتحدد تروث تيبل، تعمل سمبليفايد بالكلمه، ترسم اللوجيكال دايجرام، ده اللي هو عايزه منك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.